أنا الحقيقة بدأت أمرن في النادي الأهلي من سنة 74، واستمرت في النادي الأهلي حتى سافرت الأهلي السعودي. وتاريخي مع النادي الأهلي في الفرق الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا اشتغلت 20 سنة في النادي الأهلي، لم أخسر بطولة واحدة الحمد لله، فوزت بكل الفرق اللي أنا مسكتها ولم أخسر بطولة. وحتى مع الفريق الأول للنادي الأهلي حينما كنت أصعد الفريق الأول اشتغل مع مستر ديكوتي أو مستر كلوتشي، لم نخسر بطولة واحدة الحمد لله، وفزت بكل البطولات وخدنا بطولة أفريقيا. وسلمت على سيادة الرئيس حسني مبارك وأخذت وسام الجمهورية، وهذا أكبر شرف حصلت عليه في حياتي. أما من ناحية الأكاديمية فأنا محاضر في اتحاد أفريقيا، قبلها كنت محاضر في اتحاد المصري طبعا، ومحاضر في الأكاديمية الأولمبية، و حضرت لفترة طويلة جدا وما زلت حتى الآن حاضر باعتباري من نخبة المحاضرين في أفريقيا. من الحاجات اللي أنا بشرف بيها وبتشرف بيها إن أنا عندي أكبر عدد من مؤلفات لمؤلف في كرة القدم والرياضة في العالم، أحمد الله، لأن أنا بعمل سيرش وأشوف الناس عندها إيه. أنا أكبر مؤلف في العالم، عندي 70 مؤلف، والمؤلفات دي منتشرة في كل الدول العربية، ويعني بحاضر في الدول العربية، وأحمد الله الناس بتستخدم المؤلفات بتاعتي كويس يعني. وما زلت مستمر في عملية تطوير تدريب كرة القدم، حتى من الجهود اللي أنا عملتها إن أنا ابتكرت أسلوب للتدريب وللتمرينات خاص بي، يعني غير اللي ابتكر سنة 1916 و20 اللي هي أسلوب المرمى الواحد، أسلوب التدريب على التمرينات على مرمى واحد. ثم جت ألمانيا في الستينات عملت المربعات، أنا جيت عملت تمرينات كلها تبدأ من المرمى، من حارس المرمى المهاجم إلى حارس المرمى المدافع، استخدمش نص ملعب ولا ربع ملعب، استخدم التمرينات كلها من المرمى للمرمى. وأحمد الله أنا دلوقتي تخطيت على الكمبيوترات بتاعتي، تخطيت 1,000,000 تمرين مرسوم بيدي، وده رقم أعتقد أنه من وجهة نظر رقم كبير، وبنزلهم تباعا في المؤلفات بتاعتي بالطريقة دي، أن كل التمرينات بتبدأ من المرمى المهاجم إلى المرمى المدافع، ما فيش تمرين بيبدأ من نص الملعب. انا هقول للمدربين، وده امر مهم وبقوله في محاضراتي دايما، اوعى تمرن من غير ما تحضر، لان افه التدريب في مصر افه ان المدرب ينزل الملعب وبعدين اللي يفتكره يعمله، دي كارثه. انت المفروض يا مدرب انت بتقعد بتحضر على الاقل برنامج اسبوع على الاقل. ليه؟ عشان بتقعد في البيت أو في مكتب في النادي تقعد تتصور أنا عندي الفرقة بتاعتي إيه؟ مستواها إيه؟ محتاجة إيه؟ الأسبوع الجاي فيه إيه؟ بتحضر له كل الجوانب دي، ده أمر مهم جدا. لكن عشوائية التدريب دي أخطر آفات التدريب في مصر. نجان إما الأولاد، نتكلم على الناشئين بقى. أنا نصحت للناشئين أهم حاجة إن هو يهتم بالغذاء الجيد أو الغذاء اللي ممكن يفيده كناشئ كلاعب في المستقبل، ودي تعتبر أحد مسؤوليات المدرب أيضا ومسؤولية الوالدين، لأن الولد بيبذل جهد في التمرين، لأن التمرينات والجرعات بتاعتها الوقت كبرت وكترت، فبيبذل جهد كبير فبيحرق، فمحتاج إنه يعوض، فلابد إنه يعوض صح. وهذا جانب انا بعتقد زي ما يعني ما عملنا في الاهلي السعودي، كنا بنجيب اولياء الامور ونشرح لهم هذا الكلام ده. حتى انا اقول لك واقعه، كان ممنوع، يعني انت عارف المملكه ما فيش
الجنس الآخر ما يخشش الأندية. إحنا في الأهلي السعودي في أكاديمية الأهلي السعودي كسرنا القاعدة دي وعملنا لهم مكان مخصوص بحيث تيجي السيدات اللي هي أمهات الأولاد الصغيرة علشان نوجهها أولادهم يأكلوا إزاي ويعيشوا إزاي ويذاكروا إزاي ويعاملوا إزاي. وده أمر مهم في غاية الأهمية، مهم جدا إن الأولاد الصغيرة تتعلم إزاي تأكل، إمتى تنام، لازم تذاكر، لازم تسمع كلام الوالدين، لازم لازم لازم. وهذا أمر مهم جدا إذا أردنا أن نعمل قاعدة طيبة في مصر، خاصة إن إحنا دلوقتي الحمد لله مستوانا في أفريقيا ابتدينا نظهر بشكل كويس، تصفيات بإذن الله تبقى طيبة لينا إن شاء الله.